مصر توضح تفاصيل غلق المجال الجوي أمام طائرات طراز بوينغ 737 ماكس 8 المنكوبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم مصر ميديا. ياريت في بداية الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق، بحبكم في الله. ويلا نبدأ الفيديو على طول. وقال رئيس سلطة الطيران المدني في مصر سامح الحفني إن القاهرة تقوم بدراسة تقييم المخاطر والسلامة، وستتخذ قرارات سلامة التشغيل بعد قرار غلق المجال الجوي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8. وأوضح الحفني خلال مداخلة تليفونية من فضائية تن مساء الأربعاء بالقول: نحن أمام حادثة بياناتها غير واضحة وأسبابها غير معلومة وبها صفة تكرارية، ونتابع الأمر مع الشركات المصنعة ووكالات السلامة المسؤولة عن الأمان على مستوى العالم. وكانت هيئة الطيران المدنية المصرية قد قالت في بيان لها اليوم الأربعاء إنها اتخذت قراراً احترازياً بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينغ 737 ماكس 8 في الأجواء والمطارات المصرية، وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد الماضي. وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران الناقل الوطني لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات ولا يأتي ضمن خطتها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوية. وتحطمت الطائرة الإثيوبية من طراز بوينغ 737 ماكس 8 التي كانت تنفذ الرحلة رقم ETAVG قرب مدينة ديزبريت وسط إثيوبيا يوم الأحد، ولقي الجميع ركابها البالغ عددهم 157 شخصا مصرعهم. المصدر وكالات.